اهلا بيكم في اول حلقه من برنامج على البيت. البرنامج ده هيبقى مختلف شويه عن راب جدا، وفيه بيبقى فريقين قصاد بعض، واحد من كل فريق بيلعب على الكازو اللي هو الاله دي، والتاني لازم يعرف الاغنيه صح من عزف صح. ايوه عارفه. وفي الاخر بنجمع النقط والفريق اللي بيخسر بيتعاقب. المفروض ان العقاب بيبقى سبايسي تشيكن وينجز، فاحنا دورنا على اكتر سبايسي تشيكن وينجز في مصر وزودنا عليها حاجه خفيفه خالص بالظبط، صوص الاندومي الكوري 2 اكس. فيلا بينا نشوف المتسابقين عملوا ايه. اوكي انا هيبقى فريقين ضد بعض، بنات ضد ولاد. انتوا تحس ان انتوا قاعدين جنب بعض هتتنافسوا شويه، بس الهدف بتاع الشو ان انتوا كبنات تجمعوا بوينتس اكتر من الولاد. اوكي تعرفوا بعض اغاني اكتر. معانا كذا انسترومنت منهم الكازو اللي قدامكم دلوقتي، وكل واحده هتيجي هنقول لها على اغنيه معينه وتحاول تعزفها اللي هي اغاني اكتر من زميله. اوكي يلا بينا نبدا. بايز يا مولانا. ليه بهو انا ايه ولا بتشفط ولا ايه؟ معلش قولوا لي بتشتغل ازاي. مش مجبور ابقى معاكي. لا 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 بركتك خالص. لا لا بجد. ثلاث محاولات. اوكي اول واحده كده غلط قوي. تاني اسمعي تاني. ماشي انا عارفاها. بس هي ايه؟ هو هيصف الكلام. هي حاجه عفروتو. لا لا مش عفروتو. لا خالص. حد مش مشهور. هي كانت هتايه كده على تيك توك. شياطين. لا بس خلاص بسرعه كده. اوكي دي محاوله واحده كمان. عفاك. كانت هتايه على تيك توك وعلى انستجرام. ايه ده اللي هو مش مصري ده؟ هقول لكم. استنى 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 استنى. استنى بس انا فنان. انا فنان كله يبان لما الرزق بتاعنا يبان في الاول. خلاص ايه ده؟ خلاص مكملتش 10 ثواني. اتس فيري ايزي. ادي اهو سمعت. هي ما لحقتش تعمل حاجه. لا بجد مش قادره اسمعها. ما سمعتهاش. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? هو ده حد معروف قوي. مفيش غيره. انا ممكن اقول لك هنت بس يعني جوه قوي. معلق له بوستر في البرنامج بتاع فيسبوك. اه مين معاك؟ موضوع ما ساعدهاش. تكاد تكون شبه يوهو بقى عشان اخلص. ازاي مش شبه؟ ماشي. انا عارفاها. ايوه نويس. لا ضحكنا مع عشر المعصبين. كمان مره بعد اذنك. هاي كمان مره. يلا بننام بعد الكاميرا. كمرة ماشي. ركزي معايا كويس. ماشي. ايوه عارفه. انا بقولها صح. طيب صح ولا لا؟ طيب اللي انا لقطتها في دماغي هو ككونتنت حلو بس. فكر
هو ايه ده؟ هو ايه فوت ايه ده؟ لما ايه ده؟ ما تبقى ده هنت اخر مره اخر مره وخلاص. ده تمام ممكن اقول لها هنت فعلا ان انت رحتي له كونسرت قبل كده. خايفه اقول هو يا لا هو ايه ده؟ مره واحده بتطلع بتوه مره واحده بتطلع بتوه. طب قولي قولي اللي كان في دماغك وخلاص. ارسنك؟ لا لا ثانيه خلاص ذاتس ات. ايه ده؟ طلعت اول نقطه مهاجم ممكن اقول ام بي بي مهاجم. ايه ده بس اصحابك الطور؟ ايوه 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 عيني على اللي يسيب يا حرام عيني اللي كان بيعاير بله الاركو. ماشي يلا زين جو حسين حسين انا عايز ان انا طب ممكن اقول ضياء بس عشان احمد ده حاسس ان انا موظف قوي. بتعمل ايه بالله ازاي؟ قول كده كمل بس بس كده ما عارفش حاجه تاني. هي دي كلام المطفي؟ ايه كلام المطفي؟ لا طب اعمل بقى حاجه اطول صح؟ مش انا مش حافظها. احنا الاثنين مع بعض يا حسين على فكره احنا كلام واحد. وانا ايوه انت وانا انا ما عنديش مانع ان انا اكل. بس كده ها باينه قوي بس هو بطيء شويه. مفيش هنت تاني اعتبرها سلو. مش هعملها تاني سلو. انت يا ابني انت مش عارف تاني معلش دعوه. طب انت مش سامعها لك جوه؟ طب ممكن هي كده سامعها؟ كده تاني محاوله. عايز تاني محاوله؟ تاني محاولة ولا ساعات تضحك؟ انت ما ركزتش ولا انت ايه؟ انت اللي مش مركز. انا مركز عليك. طب انا محتاج هنت. انت محتاج هنت؟ زي الفل. طب اقول لك حاجة، الهنت ان المغني كان لابس كيمونو. كان لابس ايه؟ كيمونو. ايه كيمونو؟ بتاع الياباني ده. الياباني. طب اقول لك كان وهو لابس كيمونو كان واقف جنبه ممثل. المحاولة الثانية، طب اديني المحاولة الثانية. ثالثة. تانية تانية يا ابني اسكت. انا معاك ولا معاك؟ معايا. صح ايوه بس كده خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ طب بص انا هجاز بقى وخلاص. هجاز وخلاص؟ بص مفيش مانع ان انت اوكي قول الماركة دولي وخلاص. لا خالص انا بقول لك مفيش مانع ان انت تجاز اوكي؟ مفيش مانع انا هجاز؟ مفيش مانع. ايه ده؟ خلاص؟ ده لوست اول بوينت ليجاسي عرفة. عرفة ازاي في ده؟ فين عرفة؟ كله عالظبط كله عالمية كله في النية مستخبي باينة ومش مستخبي اكمل اهو بس ياو ياو بس اهي اديلك هند ماشي ملعب كله في كليبين في مصر متصورين في ملعب كله سلام هتقول ولا كمان محاولة اخر محاولة عشان يتأكد ويقول ولا اقول يلا انا بس حاولت اتوقع صح ها باينة قوي سهلة قوي يا ضياء بس ايه مش مشكلهش مني عندي غرض زي قلت لك لا مش هي انا لا لا هو ضياء انت اكيد بتساعدنا نفهم ان السين ده كله سارق مزيكا بتاع التريقة على السين حاول اي حاجه طيب قبل ما بحاول بحاول خسرت بوينت تاني يا ضياء كيف كده كيف كده كيف كده كيف كده كيف كده واللي اقوله همشي باين قوي ده كان اي بي العوده اللي كل الناس مستنياها العوده وانا عارف بص اي بي العوده بص انا في انا هانلايز لا لا الاغنيه دي ايه طب انا هانلايز وهنقول دلوقتي اي بي العوده العوده يعني مروان بابلو صح تمام ماشي العوده يعني بابلو كان فيه اربع تراكات اتاري قديمه حب فين مش دي دون وكنترول وبيشتم مروان موسى اقول لاي شاب اصفر يريح يشد الحب يتغطى كنترول مش بيشتم مروان موسى بس تمام يعني كنترول كنترول هي مش مروان موسى بس انا بنجح كده في الامتحانات نفسك انت في اللقطه استنى اعمل ايه طيب تعالى كده انا مش هطلع بره الترابيزه ده ويجز محاولة تانية ولا ايه؟ لا ثانية ماشي محاولة تانية طب ممكن اقول حاجة تانية؟ اقولي كورس من نفس الاغنية عشان؟ اقولي اول الاغنية لا استنى قديمة ولا جديدة؟ جديدة ثانية واحدة
المحاوله دي. ثانيه ثانيه اديها فرصتها، ما تضغطش على فكره، تضغط تضغط. طب البخت، البخت لا بعد البخت. ايوه خلاص خلاص انت طريقه. لا مش عايز تخسر، مش عايز تخسر. انا اديها فرصه. اوعى تقول اخ واقول شهره. لا الاغنيه مش لبابلو، بابلو انفولد بس مش بالاغنيه. بصي يعني هي دي مش انت، ماشي دي مش انت، بس هي كانت طلعت ترند على تيك توك وحاجه حزينه. خلاص ده استوديو تحليل. 10 ثواني بالظبط. بابلو قدمه وخلاه يغني. ايوه اغنيه حزينه، اغنيه بيجز. لا بقول لك حد مش معروف. ده يا بنتي عفرو فوضى. اهلا بك في العالم، اهلا بك في الفوضى. بس ماري هي الحزينة دلوقتي. اهلا بك في العالم، اهلا بك في الفوضى، كل الناس دي منافقة، نص الناس دي مرضى. لا مش هي اول حته اللي انت قلتها، هي اللي صح. اوكي تاني مره. ايوه كذب دي بقى، وفكري كده في المصيف شويه، ما عارفه اجواء تحسيها كده فريحي جدا يعني صيف كده. انا طب ممكن اديلك هنت احلى. يا ريت. كان في الحلقه بتاعتك سؤال، الحلقه هتطلع فوق ماشي. بيقول ان في مغني على اسم طاهر شاهين. هاي ايوه ها الاغنيه شاهين. ايوه طيب يعني تفعلها مره كمان وهي تيوه ماشي. لا بقى دي اكتر اغنيه مقفلين، دي اكتر اغنيه معاك. طيب ثانيه واحده، ثانيه واحده. سيري بس كده. It's okay, baby honey it's okay. هاتي البوكا وخدي البوكي، قلبك ابيض كوكي. انا عرفتها من ترت. ايوه عرفتيها بقى. يلا ايه بقى؟ لا ما عرفتهاش. ثانية واحدة، ممكن أقول؟ ها؟ ها؟ أقول ها؟ حاجة مروان بابلو صح؟ أيوة تمام؟ هقول بقى. قول بقى. دون. بس بس استنى، والله استنى. باشا اعتمد؟ الولاد شكلهم راجعين بقوة. اغنية معروفة. بيقولوا اني بارد، بيقولوا انك تنك، باشا شركتنا مش عاجبه يترفض. انت بتتقفل؟ انا بتقفل، اضربه بالكتل باشا اعتمد. اهو اهي صح؟ لا لا ايه؟ لا ايه؟ اوكي تاني محاولة. حاولت بقى مظبوط اكتر. طيب هي حاجة مشهورة ولا فشخ؟ فشخ بس هي صعبة تتلاقي. كانت ترند؟
اصبر بقى. سهلة جدا. اوكي هدي لك هنا. هدي لك هنا. عارف بابلو قعد قد ايه مستنينه؟ بتاع سنة كده ولا سنتين. الراجل ده مستنينه بقالهم 5 سنين. كنت هبعته لك تاني اخر مرة. اول اغنية ننزلها بعد ما كان موقف. موقف فترة كبيرة. كليب. ممكن اطب الارض. طب الارض. ايوه استنى. مش عايز يوترني. باشا رقم واحد ده مش رقم واحد ده مش انت. باشا انت تسعة وصاحبك ستة. باشا بنشوط اللي يجي عالسكة. يلا شقة منك انا مقعدها في بيت. ياما على ايه شايل هم الدنيا ليه ربي دايما بيراضي بكره تشوف ابنك راح فين. 5 6 لا 5 6 ايه بركز وخلاص يا جدعان. يعني انتوا كان معاكم كل المحاولات الممكنه صراحه ما ظنكمش والله. احنا كنت عارفها بس انا كنت عارف الاسم والله. دي نصيحه. اوكي شباب اهلا بكم. يعني الراوند الثانيه خلصت. كل واحد معاه 2 هوت وينجز ويعني جايبين لكم ميه ولبن احتياطي تمهيدا لله يحسن. اتفضلوا مين حابب يبدا؟ انا هبدا. اتفضل. انا هبدا عشان انا ضيعت بوينتين. عايز تخش سوا؟ خش سوا. طب انا هعلمكم ذا بروبر واي بس هتلخبط شويتين عشان ما يشوف. بس هتمسك كده يعني تخبطها هنا هتمسك البون وبعدين تنط مره واحده تروح. عايز مرايين بقى؟ حسين؟ حسين اوعى تعمل زيي. خد عطمه بس يا حسين. حسين اوعى تعمل زيي. حسين اتفضل. مش هعمل زيي وش بسيطه. هي بس الصدمه اللي بالاول بالظبط. يا جماعه ولا في دماغي اصلا الحاجات دي يعني كلها. انا بقول لك حاجه عن بس في حد تاني مش لا جدا خالص. لا لو محتاج لا عملت الحاجه ما بتاكلش معايا اصلا. انا حاسس انها ثانيه هيقع. هو وفي الصوص بقى كل حاجه عادي. انا هاخد عيد. ضياء بيوقف معايا. لذيذ على فكره. انا مبسوط جدا. لا ايوه مفيش راجل بيعرف. طب يا جدعان ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس على القناه واستنوا الحلقات الجايه وكده واستنوا الحلقه الجايه من عبيد. بس نقفل بقى. نقفل ازاي؟